حياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونقول بسم الله ونبدا درس اليوم. احنا سوينا قبل باك اب مرتين، سوينا باك اب، مره سوينا بالديدي كماند ومره سوينا بالسي بي كماند. طبعا باك اب لنظام كامل، وشفنا طريقه تشغيل النسخه حقتك ممكن تاخذها وتحطها على جهاز ثاني، لكن اذا حاب انك تسوي باك اب بطريقه متقدمه، هذا يعني انه بتسوي درس اليوم ركز على حاجتين اللي هي اداه الارسنك، الفائده منها مزامنه الملفات. المزامنه يعني انه ينسخ ملفات من مكان الى مكان، لكن مو بدائما ينسخ نفس الملفات، يعني لما انسخ 1 جيجا من هنا الى هنا مره ثانيه راح ينسخ 1 ميجا، ليش؟ لانه راح ينسخ الملفات اللي تغيرت بس، راح ينسخ ال1 جيجا كامل، راح يبحث داخل الملفات هذه، يدور على اي شيء تغير تاريخه او حجمه ثم ينسخه، اي شيء ما تغير راح يتركه مكانه. هذه الفائده من rsync. راح اتكلم عن الكرون، كيف تسوي كرون بالدرس الجاي. اليوم راح اتكلم فقط عن rsync، والدرس الجاي ان شاء الله كيف نربط rsync مع الكرون علشان نسوي مهام وجدوله. طيب على السريع راح اشرح لكم ايش راح نسوي اليوم. اوكي، هذا هو الملف اللي راح نحطه هنا، نطلع وجهي. طيب راح استخدم الامر rsync ماشي عشان نسوي باك اب. اوكي، راح نسوي rsync ثم راح ناقص اي في. ايش الفائده منها؟ ارشيف فيربس، اللي هو عشان يطلع لك النتائج قدامك. هذه نقطه الباك اب، راح ناخذ باك اب كامل للروت، انا اشرب شاي. اوكي، نقطه تخزين الباك اب هي النقطه الثانيه. ثم راح نسوي اكسكلود. الفائده من الاكسكلود هي انه يستثني بعض المجلدات، انا استثنيت المجلدات هذه لانها غير مهمه، يعني الباك اب كنظام غير مهم انك تاخذ هذه. اوكي، باستثناء انه بعض الناس يحب ياخذ باك اب للهوم، فانت تسوي اكسكلود بالشكل هذا، ناقص ناقص اكسكلود يساوي، ثم تحط قوس كبير وتبدا تسوي اكسكلود للمجلدات وبينهم فاصله. طبعا راح اسوي الحين عمل هذا، فتكتب دي اي في بالشكل هذا، دي اي في كامل، ديفايسز ما نبيه، بروسيسز ما نبيه، سيستم ما نبيه، تم ما نبيه، رن ما نبيه، ام ان تي ما نبيه، لانه هذا راح يكون نقطه توصيل للاجهزه. ايضا هذا نفس الكلام، الهوم استثنيته لاني انا اسوي باك اب للنظام هنا فقط، فاذا انت حاب انك تسوي باك اب للهوم بعد ممكن انك تحط الهوم، تشيل هذا من هنا يعني. اوكي، وبالنهايه اللي هو لوست اند فاوند ما نبيه، هذا هو اللي راح اسويه حاليا، انه راح اخذ باك اب كامل من هذا. لكن انتبه يا عزيزي، اوكي، لما انك تشيل الهوم من هنا ترى الباك اب ما راح ينتهي. ليش؟ لانه انا فوق هنا حفظت الهوم، الباك اب حفظته بالهوم، فهو كل مره راح يسوي باك اب ما راح ينتهي، راح يبتل يدور. ليش؟ لانه كل مره يسوي دوره راح يحصل فيه ملفات جديده اللي ملفات الباك اب هذه، فراح يبتل يسوي باك اب عندك الى ما لا نهايه. ماشي، فانت لازم تستثني مجلد الباك اب، او انك تحطه في نقطه خارج النظام، او انك تستثنيه هنا. انا استثنيت الهوم، ممكن انك تستثنيه انت بطريقه ثانيه، انك تستثني مثلا هوم عبد المجيب فول باك اب بالشكل هذا. اوكي، بالطريقه هذه هو ما راح يسوي باك اب للمجلد ذا، ماشي، لان المجلد هذا هو الباك اب نفسه، ليش نسوي له باك اب؟ راح يطول، راح ينتهي، فانا راح اسوي بالشكل هذا. طيب راح تروح للطرفيه عزيز، تدخل بصلاحيات روت، يعني تكتب اس يو وتكتب الامر هذا زي ما هو. اوكي، وتضغط انتر. اوكي، لاحظ عندك الحين انه راح يسوي باك اب الاشياء تغيرت فقط، ماشي، لكن انا كاني اشوفه راح لعبد المجيب. ليش؟ انا كاني لغيت الهوم. لا ما لغيت الهوم. اوكي، لاحظ انه راح قبل شوي راح ياخذ هوم، انا ما ابي هوم، راح الغي الهوم من هنا، هوم نجمه احط فاصله، الين راح ينط الهوم، انا ما ابي ياخذ الهوم، لانه ترى اذا اخذ الهوم ما راح ينتهي، انا الباك اب حقي بالهوم، انا اضغط انتر. اوكي، ننتظر قليلا. هذا باك اب كامل للنظام. الله يا عزيزي. اوكي، طبعا بالمناسبه الفار زي ما انتم شايفين هنا، الفار بالنسبه لي انا مهم لانه في لوج للنظام، لكن انت يمكن غير مهم. لاحظ الباك اب خلص بسرعه، ليش؟ لان انا سابقا مسوي باك اب، يعني عندي باك اب هنا موجود بمجلد الهوم حجمه جيجات، ماشي، يعني 5 جيجا اعتقد، فلاحظ سرعه اداء الباك اب هنا انه خلص سريع. ليش؟ اخذ الملفات اللي تغيرت فقط، لاحظ الاشياء اللي تغيرت عندي هذه الكاش والشغلات هذه هي فقط تغيرت فسوى لها. إن لو جيت عدت الامر مره ثانيه ضغطت انتر راح اشوف ايش بسوي. انتهى الباك اب، باك اب كامل للنظام هاو بثواني. ليش؟ لانه هذه فائده الrsync، مزامنه فقط. تمام؟ فانت اذا حابب تسوي مزامنه من نقطه الى نقطه تسوي بالطريقه هذه. اوكي، انتهى درس اليوم، تعلمنا كيف نسوي rsync، الاداه حقت النسخ، كيف تسوي استثناء؟ الاستثناء هو اهم شيء بالموضوع هذا، تمام؟ الان صار عندك نسخه للنظام، في حال لا سمح الله صار عندك اي اشكاليه يكون عندك باك اب ترجع له بعدين. كيف تشغل باك اب؟ ارجع عدلت اللي راح، شوف شلون سوينا. طيب، مع السلامه.